بالاكزامبل الاول عندي هنا 2 شانل معطيني اياها، انا كاتب لي عليه 2 شانل 12 في 30 من باوع على هذا الشكل. هنا انا شوف معطيني 2 شانل ومعطيني ديد لود 120 كيبس، اللايف لود، ارتفاع المنبر، ارتفاعه يعني الطول اللي هذا البولت اب. عشان عرفت اني بولت اب لان من شفت اني عندي 2 شانل وراسم لي هنا بليته من فوق وبليته من جوا. زين اوكي، هنا ارتفاع مطنيا 30، الكونكشن مطنيا هنا 3 كونكشن موجود امامي للفاي مالتي مطنيا للواحد للبولت الواحد 7 على 8، مطيني هاي المسافة من السنتر الى الحافة الخارجية. هذا شيء يمثل لي بس الجي، يمثل لي عندي هنا الجي اللي هي 1 و3/4. استخدم لي الاي 36 ستيل ماتيريال تو تشيك ذا ادكوسي اوف ذا سكشن اون ديزاين تايب بليت. طبعا من السؤال ما كاتب لي هنا اي كومبريشن منبر، ما حدد لي فد شيء اسمه كومبريشن منبر او بولت اب كومبريشن منبر، فقط راسم لي هذه وصق يعني راسم 2 شانل وما لي سم ليسنج ولا تفاصيلها ولا حكي على فد شيء انه كومبريشن منبر كومبريشن فورس. فمعنات هذا السؤال يدور حول البولت اب تنشن منبر. اوكي هسه نبلش بالخطوات مالتنا في حل هذا السؤال. اول شيء تشيك ادكوسي اوف ذا سكشن يعني قابليه تحمله، وصمم لي الديزاين بتايب ليت. هذا السؤال التقليدي. عندك المسافه، انتبه هنا المسافه عندي الكليه هنا 12 انجي اللي هنا تمثل لي مسافه الاتش. اوكي نبلش بخطوات الحل، هذا البروسيجر حنمشي عليه. شوف اول خطوه نطلع هنا سبيسيفيكيشن اند دايميشن المن للشانل عندي 12 في 30 اريا جروس اكس بار اي اكس اي واي ار اكس ار واي تي فلانج. تي فلانج ايش طلعنا؟ تي فلانج ما طلعنا تي ويب، اباوع على الشكل مالتي. هنا الربط وين صار عندي؟ في منطقه الفلانج، فاني احتاج انه اشوف التي فلانج مالتي وحنشوفها بالخطوات. اوكي نباوع على طريقة الRFD. هنا حسبنا الPU يساوينا 1.2 dead load زاد 1.6 live load، طلعت قيمة 528. هسه نشيك المقطع، نشيكه بطريقتين الcross sectional yielding والtensile rupture strength. بالcross sectional yielding القانون هنا PN شي يساوينا area gross في FY، area gross للقطعة الوحدة عندي 8.81 ضربتها في 2 لأنه أنا عندي 2 channel في قيمة الاف واي. هنا الاف واي 36. هسه كمبيوت الفاي بي ان، الفاي ماتي هنا 0.9 ضربت 0.9 في هذا الرقم 634 0.32 كيبس، طلعت لي 570.9 كيبس. شفتها اكبر من البي يو ابلايد اللي هو جبته من الخطوة الاولى. اوكي امشي تنسايل رابتشر سترينث، اول شيء احتاج قيمة اطلع قيمة اليو. اليو شو تساوي لنا؟ 1 ناقص اكس داش على ال. اروح مباشره الى هذا القانون، ما اروح الى قانون الفاكتورات. الفاكتور كان عندي 0.9 0.8، ليش؟ لانه عندي شانل، بس عندي ما يكون عندي شانل وربط في مكان واحد اللي هو يكون عندي مثلا بالفلانج، فمعناته اروح مباشره الى هذا القانون. اوكي 1 ناقص اكس داش على الطول اللي كامل، الاكس داش اللي هو جبناه من المانيوال بما يخص الشانل عندي 12 في 30. اجي اشوف الطول، الطول اللينث اللي هنا يمثل لي المسافه بمسافه الكليه باللاين الواحد اللي تعلمنا عليه. يعني هنا تخيل تنسايل فورس صارت عندي من الاسفل، فهذا الخط موازي للتنسايل فورس. اذا المسافه الكليه هنا ايش قد عندي؟ 3 زائد 3 اللي يمثل لي السبيسنج between two bolts between two connection او two bolts. هنا عندي صارت 3 ب3 صار عندي 6 المسافه الكليه، فصار عندي هنا مقسم على 6. اذا طلعنا قيمه اليو، وراها احسب قيمه الاريا نت. طبعا حساباتي للاريا نت وحسابات الاريا افكتيف هاي كلها لقطعه واحده لشانل واحده باوع يساوي لنا اريا جروس. اريا جروس ناجبتها انا من المانيوال 8.81 للشانل 12 في 30 ناقص الثيكنس. يا ثيكنس، ثيكنس اوف فلانج لان الربط صار عندي في منطقة الفلانج. سميشن، سميشن قد عددهم؟ 2. ليش؟ لان باوع هنا الكروس سكشن للقطعة الوحدة عندي هنا بولت وهنا بولت، فصار عندي السميشن عددهم مش قد؟ 2. وهاي شفناها وتعلمنا عليها. اوكي افتح قوس الدايميتر اوف بولت عندك هنا 7 على 8 زائد 1 على 8
فطلعت لي قيمة الارينت. اري افكتيف شو تساوي لنا اليو في الارينت، واليو حصلنا عليها الارينت استخرجناها ايضا، فحسبنا قيمة الاري افكتيف. القانون اللي يخص عندي تنسايل رابتشر سترينث هو يساوي لنا الاري افكتيف في الافيو. السميشن يمثل لي عدد القطع، كم قطع عندي؟ عندي هنا تو شانل، فمعناته هنا السميشن اثنين. ايضا ضربته في 5 بي ان، الفاي يساوي لنا 0.75، فهنا طلعت قيمة الفاي بي ان 604.65 كيبس، اكبر من البي يو ابلايد اللي قيمته 528 كيبس. فاوكي اثنيناتهم اكبر من 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 البي يو ابلايد. مثل ما قلت لك ممكن تستخرج الاصغر وتقول انه هذا اقل، لازم اقل وحدة بيناتهم تكون عندي اكبر من البي يو ابلايد، يعني كانما خطوات اناليسس. انا هنا سويت شيكت واحد واحد، اي واحد ما يشيك يعني اي واحد ما يشيك هذا حيسوي عندي مشكله. فلذلك الافضل من الافضل انه تسوي تاخذ السمولر، تاخذ اقل واحد بيناتهم وتقول انه هذا اكبر من البي يو ابلايد. اوكي شوف حتى الاسئله تكون عندك التقليديه، من اقول لك شيك لي شيك لي المقطع، فانت ايضا تروح ما طول كلمه شيك عند تروح على خطوات الاناليسس. فهاي خطوات، خطوة الاناليسيز العادية اللي تعلمنا عليها بالتنسايل، مجرد بس ضفنا السميشن، السميشن يمثل لي عدد القطع. من جينا اشتغلنا بطريقة الاي اس دي اختلافات بسيطة، من جينا حسبنا البي اي نانا فقط ديد لود ولايف لود، وايضا قسمنا على الاوميجا فقط هذا الاختلاف، اما حساب اليو حساب الارينات الاري افكتيف تفاصيلها الاسئلة يعني بالتفاصيل البقية بالتنسايل رابتشر سترينث او كروس سكشن يلدنج هنا نفسها مثل ما هي ما تغيرت، ما عندي تغير. اوكي ورا نجي نحسب سلندرنس ريشيو، اجي احسب الاي اكس جروب شو يساوي لنا؟ سميشن اي اكس زائد اريا، الاريا هنا جروس، اريا جروس، اي اكس اي اكس للقطعه الواحده، اريا جروس للقطعه الواحده. اوكي مضروب هنا في الدي اكس، الدي اكس يمثل لي المسافه من سنترويد السيجمنت او القطعه الواحده الى سنترويد الجروب باتجاه محور الاكس اكسس. هل عندي مسافه هنا؟ لا ما عندي مسافه بين سنترويد القطعه الواحده الى سنترويد الجروب، فبالتالي قيمه الدي اكس هنا تساوي لي الى صفر، فهذا التيرم كله صفر، فبقالي سميشن اي اكس، الاي اكس يمثل لي مال المومنت اوف انيرشيا للقطعة الوحدة، سميشن يمثل لي عدد القطع، عندي هنا اثنين، فاثنين في 162 طلعت لي قيمة الاي اكس جروب. اوكي من جينا حسبنا الاي واي جروب يساوي لنا سميشن، سميشن ايضا قيمة اثنين، اي واي مومنت اوف انيرشيا باتجاه محور الواي اكسس للقطعة الوحدة زائد اريا، هنا يمثل لي اريا جروس للقطعة الواحدة. دي واي، الدي واي من سنترويد، من السنترويد القطعة الواحدة الى سنترويد المجموعة، هل عندي مسافة بيناتهم؟ اي عندي مسافة، فهاي المسافة شو تمثلي؟ تمثلي الدي واي، تمثلي الدي واي. زين نرجع على الشكل مالتنا، انا عندي المسافة الكلية 12 فحقسمها بالنص، فهاي مسافة منها لهنا 6 وهنا 6 اخرى، فباوع شوف هنا صارت عندي المسافة من الحافة الخارجية إلى سنتر الجروب مالتي 6، زين اكس بار موجودة عندي للقطعة الواحدة، فبالتالي دي واي أقدر أطلع مسافة بين السنتر القطعة الواحدة إلى سنتر الجروب، أي فناش حساوي لي 6 ناقص اكس بار، 6 ناقص اكس بار. شوف طلعنا هنا الاي واي جروب، أعيد لك مال اي اكس، ليش صارت عندي هنا صفر؟ لأنه عندي آن المحور الاكس اكسز انطبق بين على السنتر القطعة الوحدة وسنتر الجروب، فبالتالي ما عندي أي مسافة، فصارت قيمة الدي اكس تساوي لنا صفر. شوف أكثر من 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 يعني من كلام حكيت لك اياه المهم عم توصل لك الفكرة، وهذا الرسم موجود فصارت عندك الفكرة واضحة. هسه الار اكس والار واي بالنسبة للجروب، أنا جيت بنجي أحسب الار اكس جروب يساوي لنا سميشن اي اكس جروب على سميشن اريا جروس، اريا جروس الوحدة للشانل الوحدة اضربها في اثنين، ليش اضربتها في اثنين؟ لان عندي تو شانل. اوكي يساوي لنا طلعت قيمة الار اكس جروب، من نيجي على الار ار واي جروب ايضا الاي جروب اللي جبته هنا من هذا القانون او من هذا المعادلة
قسمته على سميشن اريا جروس تحت الجذر يساوي لنا 5.38. انا اخذ اقل قيمه بيناتهم اللي تمثل لي الار مينيمم. اجي اشيك سلندرنس ريشيو على ار مينيمم لازم يطلع لي اصغر من 300. وانتبه هنا الطول هنا الطانية بالسؤال اتش يعني قال لك ارتفاع هو نفس المقصد. هنا الاتش عندي هنا يمثل لي طول يعني ايش قد عندي طول البولت اب بولت الاب من من القاع لفوق ايش قد عندي ارتفاعه هنا 30 فوت فهو نفس الطول الكامل. فهنا ضربناه في 12 حولناه من الفوت الى الانش طلع لي اصغر او يساوي من 300. اوكي ذا بولت اب از اوكي. هسه بقى شو اصمم؟ اصمم البليت اللي هي تاي بليت. هنا قوانينها مجرد انه انا دار طبق البروسيجر البي جي يساوي ان الاتش ناقص 2 جي. زين الاتش ايش قد عندي 12 ناقص 2 جي والجي عندي 1.75. نراجع نباوع على الشكل مره اخرى. شوف عندي هاي المسافه الكامله 12 هاي المسافه من هنا تمثل لي قيمه الجي. البي جي يمثل لي من سنتر الى سنتر الكونكشن هذا فمعناته المسافه الكليه ايش قد عندي 12 ناقص جي منها وجي منها فصارت عندي ناقص 2 جي فطلعت لي هنا قيمة البي تساوي لنا 8.5. احسب لي البي 1 البي زائد 2 ال اي. ال اي مين جبتها؟ جبتها من 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 التيبل اللي هو هذا التيبل اللي جاي 3 4. ايش قد عندي الفاي ماتي مطنيها بالسؤال 7 على 8. اذا قيمة ال اي هنا 1.5. شوف هاي قيمة هنا ال اي 1.5 مباشرة. هنا قيمة البي 1 طلعت لي أصغر من الاتش طبعا لازم طلع لي أصغر أو تساوي من الاتش طلعت لي 11.5. فأقول يابا أوكي يعني حستخدم قيمة مساوية لقيمة الاتش هنا أنا عم نقول أقرب تقريب ويكون عندي أكبر فأوكي البي 1 حساوي لي 12 بعدها طلع لي 11.5 وأنا بالعلاقة المفروض تطلع لي أصغر أو تساوي من الاتش والاتش طلع لي قيمتها 12 وانا اتش انا مين جبتها؟ انطانيها بالسؤال هذه قيمة الاتش. شوف هاي قيمة عندي قيمة الاتش فبالتالي انا شوية كبرت من قيمة البي 1 فسويت قيمتها 12 ممكن تبقي 11.5 ممكن تبقي 11.5. اوكي مينيمم ثيكنس الثيكنس يساوي لنا 1 على 50 من في البي. البي انا حسبته 8.5 8.5 على 50 طلعت قيمته 0.17. انا قربته الى رقم هندسي ورقم بارتيكل يعني براكتيكال عفوا يعني هنا ممكن يكون رقم عملي. فهنا صار عندي 3 على 16 لو يعني انا كتبت 3 على 16 لو اقسم 3 على 16 حيطلع لي 0.1875 فاني معناته كبرت بنفس الوقت كبرت الثيكنس وكتبته بشكل هندسي الثيكنس. اوكي مينيمم لينث اوف تاي بليت ال جي يساوي 2 على 3 في البي المفروض يطلع لي اكبر او يساوي من الاس اللي هو السبيسنج اللي مطيني اياه بالسؤال 3 انش مضروب في ان ناقص 1 زائد 2 ال اي. جيت على البي هنا 8.5 ضربته في 2 على 3 طلع لي قيمته 5.67 قيمه ال ال. من جيت شيكته ويا هذا الترم اللي اس 3 انش زين الان ايش قد عندي نمبر اوف كونكشن باللاين الواحد؟ شوف باللاين الواحد مطيني اياه بالسؤال عندي 3 فمعناته ايش قد انقص من 3 ناقص 1 يعني الان حصير عندي 3. شوف الان صارت عندي 3 ال اي انا طلعته من جي 3 4 قبل قليل طلعناه فطلعت قيمته 9 المفروض يعني طلع لي عندي اصغر انا يعني لازم يطلع لي اكبر او يساوي فحقول هذا الترم 2 على 3 بي يساوي لي اس افتح قوس ان ناقص 1 زائد 2 ال اي فحستخدم قيمه ال تساوي لي 9 انش. اجي احسب الالوان المسافة بين بليتة وبليتة اخرى بين تاي بليت وتاي بليت اخر المفروض يكون عندي اصغر او تساوي من 3 ار مينيمم على 12. الار مينيمم للقطعة الواحدة اللي هو انا اجيبه شوف الار اكس والار واي اقل واحد بيناتهم مش قد عندي اقل واحد بيناتهم 9.762 خلاص اذا انا حقول هنا قيمته هنا الار مينيمم 0.762 ليش قسمت على 12 عمده حوله الى الفوت هنا حولته الى الفوت باو طلعت قيمته هنا 19.05 القانون شي يقول لي الالوان يكون عندي اصغر او يساوي فهنا يعني ممكن انه اخذ قيمه الالوان اصغر من 19.05
فاخذت قيمتها 15. هنا انا باوع انتبه، هنا انا قيمتها 15. من جيت كتبت تاي بليت هنا الثيكنس ايش قد كان عندي، اجي اشوف الثيكنس قد استخرجته انا، هنا الثيكنس هنا 3 على 16 في الال اللي هو طلعناه احنا هنا مينيمم ثيكنس مينيمم لينث اوف تاي بليت، هذا الال قيمته هنا 9، هنا كتبنا هنا قيمته 9. البي 1 هنا قيمته 12 اوكي، ات 15 فوت اللي يمثل لي الال 1، ات 15 يمثل لي الال 1. نبلش بالمثال الثاني. هنا المثال الثاني اعطاني 2 ام سي 12 في 50 واي ستيل ماتيريال اي 36 ستيل ماتيريال، والبلت اب هنا اوف 60 فوت، الطول مالتي هنا عندي 60 فوت. اول شيء تحسب لي سلندرنس ريشيو فور بلت اب تنشن سكشن، بعد يقول لك بلت اب تنشن سكشن بشكل واضح وصريح. تحسب لي سلندرنس ريشيو، احنا هنا سلندرنس ريشيو للبلت اب يعني اوصل الى ال على ار مينيمم جروب يكون عندي اصغر او تساوي من 300، اذا طلع لي اصغر او تساوي من 300 فاوكي. فحبلش باول مطلب اللي هو طلب من عندي سلندرنس ريشيو فور بلت اب تنشن ممبر. حسبت هنا الاي اكس جروب الاي واي جروب وراها الار اكس جروب الار واي جروب. شوف بس هنا بالسؤال شو اعطاني، يعني خلينا ننتبه على السؤال، اعطاني هنا جاب وهنا تشانل، اعطاني باك تو باك يعني مو فيس تو فيس، هنا هذا الشكل يعطيني باك تو باك. بالمثال السابق كان عندي فيس تو فيس، هنا هذا الشكل معناته عندي باك تو باك. البولت عندي هنا 7 على 8 ثلاث بولتات باللاين الواحد، هذا اللي اعطاني تفاصيله. والجاب اللي مسافة بيناتهم عندي هنا عندي 10 انش. اوكي جيت رسمت هنا هذا التشانل، هذا السنترويد مال القطعة الواحدة وهذا السنترويد مال جروب يعني مال تو شانل. اوكي هل عندي مسافة دي اكس؟ لا ما عندي. ليش؟ لانه محور الاكس اكسس انطبق على سنترويد القطعة الواحدة وسنترويد الجروب، فما عندي قيمة للدي اكس، فقيمة الدي اكس تساوي لنا صفر. فمن جهة طبقت المومنت اوف انيرشيا يساوي لنا سميشن اي اكس زائد اي اريا جروس في الدي اكس تربيع، هذا التيرم كله صفر، بقالي سميشن اللي هو عدد الشانلات هنا أنا عندي 2 في الاي اكس اللي احنا استخرجناه من المانيوال اللي هو قيمته 269، طلعت قيمه الاي اكس جروب. من جهه حسبنا الاي واي جروب، نحتاج الدي واي اللي هو المسافه بين سنترويد القطعه الواحده الى سنترويد الجروب باتجاه محور الواي اكسس. انتبه شوف هنا مسافه من هنا لهنا يعني من الحافه الخارجيه الى السنتر الى هذا السنترويد، هذه يمثل لي الاكس بار اللي انا اقدر احصله من المانيوال، هذا مسافة الاكس بار واشر ليها المانيوال. اوكي زين، هاي المسافة منها لهنا تمثل لي منتصف المسافة 10، يعني ايش قد عندي؟ عندي 5 انش. فبالتالي الدي واي شي يمثل لي من سنتر القطعة الوحدة الى سنتر الجروب باتجاه محور الواي اكسز هيمثل لي 5 زائد اكس بار، 5 زائد اكس بار هاي مثل لي دي واي. وبعدين هنا دي واي تربيع يعني احتاج الى تربيعه، الاريا جروس القطعة الواحدة، الاي واي ايضا القطعة الواحدة، السميشن عندي عدد القطع 2. جيت وراء حسبت الار اكس الار واي جروب بالنسبة للجروب يساوينا تحت الجذر اي اكس جروب على سميشن اريا جروس، لو دا اشتغل دا طلع الار اكس جروب، ار واي جروب يساوينا تحت الجذر اي واي جروب على سميشن اريا جروس. اخذ اقل واحد بيناتهم، يلا اقول عندي الال على الار مينيمم، الال الثانية بالسؤال هو 60 فوت لازم احوله الى الانش فاضربه في 12 على الار مينيمم، فطلعت قيمته 168.62 اصغر من 300. اوكي هسه الخطوة او المطلب الثاني اللي يريده من عندي ديزاين تايب ليت، هاي هنا اروح للبروسيجر اجي اشوف اطلع قيمة البي اطلع الثيكنس والى اخره من التفاصيل، حنشوفها واحدة واحدة. باوع عندي قيمة البي، البي شي يمثل لي من سنتر الى سنتر تو كونكشن يعني بين الكونكشنات. اوكي عندي المسافة هنا ايش قد عندي المسافة؟ عندي 10. زين المسافة من الحافة الخارجية الى 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 السنتر الكونكشن يمثل لي جي، بالسؤال ايش كاتب لي؟ كاتب لي هنا افرض الجي عندك تساوي لنا بي فلانج على 2، بي فلانج مال من؟ مال السكشن اللي هو اسمه ام سي 12 في 50 اللي هو قيمته 4.14 قيمه البي فلانج.
اوكي شوف هاي التعابير شلون انتبه عليها. شوف اذا البي يمثل لي هاي المسافه، جي جي يمثل لي المسافه من الحافه الخارجيه الى السنتر، جي منا وجي منا وقيمه الجي هنا تساوي لنا بي فلانج على 2، فمعناته هنا البي شو تساوي لي؟ الجاب اللي هو عندي 10 انج زائد 2 جي، والجي يساوي لنا بي فلانج على 2، فطلعت لي قيمه البي. وراها اجي احسب قيمه البي 1 يساوي لنا بي زائد 2 ال اي، ال اي ايضا جبته من تيبل جي 3 4 باعتماد على الدايميتر بولت ماتي ومعطيني قيمته 7 على 8. اوكي شفت قيمه البي 1 طلعت لي قيمتها 17.14، المفروض تطلع لي اصغر من قيمه الاتش او تساويها. هنا قيمه الاتش طلعت لي قيمتها 18.28، فا اوكي اصغر. انا سويت قلت بدل ما استخدم قيمه 17.14 هستخدم بشكل هندسي، استخدمت قيمه 17.25 يعني 17.25 من الانج، وهي هاي عموما هاي استخدمته ويكون عندي اصغر من قيمه الاتش. فا اوكي ماشي الحل. الثكنس شي يساوي لي 1/50 من قيمه البي، البي موجود انا حسبته قسمته على 50 طلعت قيمته هنا 0.3، فانا سويته الى قيمه 5/16، يعني لو اجي اقسم 5/16 حتساوي لي 0.3125. فاوكي انا سويته بشكل هندسي ايضا وبعلاقه كسريه مو علاقه عشريه. مينيمم تايب ليت اللينث يساوي لنا 2/3 من قيمة البي، لازم يطلع لي أكبر أو يساوي من هذه المعادلة هي S افتح قوس N ناقص 1 زائد 2 LE. ال S يمثل لي السبيسنج اللي أنا مطينيها بالسؤال هنا 3. أوكي عدد البولتات هنا مباوع هنا قايل لي عدد البولتات قايل لي عندك هنا نمبر أوف بولت 3 باللاين الواحد. اوكي فمعناته هنا الان يساوي لنا 3 ناقص 1 زائد 2 LE، ال اي عندي 1.5 طلعت قيمتها 9 هنا شوف 9 وهنا طلعت لي 9.43. انا المفروض من يعني 9.43 تكون عندي اكبر من هذا الترم. اوكي ما عندي مشكله، فبدل ما استخدم 9.43 قلت خل استخدم 9 لان عندي العلاقه اصغر او تساوي، فما عندي مشكله. هل ممكن ان ابقيها 9.43؟ اوكي ممكن تبقيها لان انت من ضمن الرينج، لان لازم يكون عندك اكبر او يساوي. انا استخدمت علاقه المساواه عم داخذ رقم صحيح ما يتأثر عندي بالحل. الوان أصغر أو تساوي من 300 في الار مينيمم على 12. أنا جيت استحسبت عندي المسافة بين بليتة وبليتة أخرى بين تاي بليت وتاي بليت أخرى. هنا شيء يمثل لي الار مينيمم يمثل لي للقطعة الواحدة اللي هو بين الار اكس والار واي، أقل واحد بيناتهم هنا عندي 1.09. خلاص إنه هذا قيمة الألوان. استخدمت هسه عندي الثيكنس في الال في البي 1 لكل مسافه الوان. طبعا هنا قيمه الالوان تكون عندي بي الفوت لان انا هنا قسمت على 12 والار مينيمم بوحدات الانش، فهنا تطلع لي وحداتها بالفوت. اوكي المطلب الثالث، المطلب الثالث مطلوب من عندي هسه احسب لي عدد او نمبر او تايب بليت من يكون عندي سلندرنس ريشيو للكومباوند ما يتجاوز عن 200 للكومبوننتس يعني للمركب هذا ما يتجاوز عن 200. شوف شلون اجي احسب نمبر اوف تاي بليت. شوف باوع هنا عندي ال في 12 على ار مينيمم جروب، استخدمت هنا ار مينيمم جروب ليش؟ لان بالسؤال كاتب لي للكومبوننت، الكومبوننت قصده والاجزاء الرئيسيه اللي تمثل لي اني هي التو شانل، فالار مينيمم هذه اللي قد قيمتها احنا طلعناها 4.27. اوكي من هذا شقدر اطلع يساوي الى 200، لان قال لك افرض انه عندي سلندرنس ريشيو للكومبوننت يساوي لنا 200. هنا شقدر احسب؟ اقدر احسب قيمه الطول الكامل، الطول الكامل، فطلع لي الطول الكامل هنا قيمته 71.2. زين انا حاسب بين مسافه بين تايب بليت وتايب بليت اخر هو ال1، فاقدر هسه احسب ايش قد عندي عدد تايب بليت. اي اقدر احسبه، فقسمت الطول الكلي على ال1 طلع لي 2.85، يعني قربته الى 3، فمعناته النمبر اوف تايب بليت حيكون عندي 3. بالمثال وراء المثال الثالث وهنا انا مستخدم هنا 4 انجل، شنو الاختلافات؟ ما عندي اختلافات ايضا، يعني اختلافات بسيطه. قال لك نادي ديزاين تنسال كاباسيتي هنا حسبنا
اقل قوه بيناتهم، كانما انا عندي اناليسز وقلت هذه القوه المسلطه المفروض تكون عندي نومينال لود سواء كان بطريقه الار اف دي او بطريقه الاي اس دي. المطلب الثاني تشيك ذات كوينسي اوف سلندرنس ريشيو، يعني تشيك على ار مينيمم اصغر او يساوي من 300. شوف هنا تشيكنا شفنا اصغر من 300 بس الاي اكس والاي واي هنا تساوت، هنا يعني على سبيل المثال تساوت بهذا المثال. ليش؟ لان الاي اكس والاي واي متساويه، الاريا جروس وحده، دي اكس والدي واي وحده، السميشن يساوي لنا 4 بالواي وبالاكس، فبالتالي هنا تساوت. شوف هنا خلينا نراجع الدي اكس والدي واي شلون اقدر اطلعها. شوف انا هنا ليش تساوت عندي؟ لان الدي اكس والدي واي ايضا تساوت. شوف عندي مسافة الاكس بار، يعني هنا عندي اكس بار هذا سنترويد اللي هي القطعة الوحدة، عندي واي بار ايضا موجودة، باوع عندي هالمسافة 12 و 12 متساويات، فمعناته 6 ناقص اكس بار، ومن اجي على احسب الدي واي حقول 6 ناقص واي بار، فنفس القيمة، فهنا الدي اكس والدي واي هنا تساوت، فلذلك الاي اكس والاي واي تساوت، هنا عندي الدي اكس والدي واي تساوت، الاري جروس نفسها، الاي اكس والاي واي وحده لانه عندي المقطع الاربعه في اربعه في نصف، فبالتالي الاي اكس والاي واي هنا تساوت. شوف هنا كتبت لك اياها موجوده، وهنا ممكن تستخرج يعني هنا من خلال العلاقات تعرف شلون طلع الدي اكس والدي واي، الدي اكس يمثل لي المسافه بين سنترويد القطعة الوحدة إلى محور الأكس أكسز، فأنا هنا نقسمت المسافة 6 ناقص ناقص هذا السنترويد اللي يمثل لي الواي بار، فبالتالي طلعت لي قيمة الدي أكس، نفس الحالة يمثل لي من الجاي طلع الدي واي، فماكو أي فروقات، بس هذا الفرق حبيت أنه أنبهك عليه. الإكزامبل 4 ما عندك اختلاف بي، بس اختلاف بالمقطع يعني بالنسبة للأمثلة السابقة، يعني بس عندك المقطع هنا W 10 في 30 2 W 10 في 30 وحليها بطريقة LRFD ولا ASD في استخراج التنسايل كاباسيتي سترينث كاباسيتي تشيك سلندرنس ريشيو، ما يكون عندي الارتفاع او الطول الكامل 80 فوت، عندك قيمة الجي هنا بي فلانج على 3، شوف هاي قيمة الجي مؤشرة عندك بالشكل، فانا اجي احسب من اجي احسب البي عندي مسافة من السنتر الى سنتر هذا الكونكشن، عندي المسافة الكلية 15.81 ناقص 2G، الجي الوحدة من عندهم يساوي لنا بي فلانج على 3، البي فلانج من اجيبها للدبليو سكشن 10 في 30، احتاج انه اطلع قيمة اليو، اليو باعتماد على الاكس بار او يساوي لنا الواي بار اللي تعلمنا عليه انه نحول الدبليو سكشن الى دبليو تي، يعني هنا دبليو 10 في 30 حيصير عندي دبليو تي 5 في 15 قسمت الابعاد على 2. شوف هذا الفرق يعني اختلافات بسيطة، وهو تباوع هنا البروسيجر كامل امامك، ممكن انه تشوف هذا المثال وكامل بحله. اوكي عندك المثال الخامس، المثال الخامس هنا عندي ثلاث بريدات ركبتها وتقام تشتغل عندي هنا بلت اب تنشن منبر والطول الكامل عندي 30 فوت، شوف مطيك ابعاد البليتات الثلاثة، هنا عندي البليتة 16 في 5 على 8 من فوق ومن جوة، والبليتة العمودية هنا البليتة 16 في 3 على 4، مطيك الكونكشن، مطيك السبيسنج بتوين كونكشن، اوكي مطيك الدايميتر اوف بولت، احسب لي التنسايل ديزاين كاباسيتي، يعني ايضا هنا ايش تحسب هنا بالكروس سكشن يلدينج التنسايل رابتشر سترينث هنا الاريا جروس، طبعا السميشن اريا جروس تجمع الاريا جروس مال ثلاث بليتات الموجوده امامك في الاف واي، فتحسب من عندها البي ان تضربها في الفاي قيمته 0.9، طبعا عندنا نشتغل هنا بطريقه الال ار اف دي، وراها انه تحسب الاريا افكتيف، الاريا افكتيف تحتاج اليو، اليو انا هنا حستخدم القانون اللي يساوي واحد ناقص اكس داش على ال، من اجي احسب الاكس داش حقول هو مساوي للواي بار حاله حال كانما دبليو سكشن، اخذت نص الشكل الموجود امامي للطانيال بالشكل اللي هو هذا في المنتصف، واخذت من عنده قيمه الواي بار، طلعت من عنده قيمه الواي بار، طبعا هنا الواي بار تساوي لنا الاكس بار لما اجي استخدم هذا القانون. لو في حالة فرض مثلا عندي هنا باوع هنا الشكل عندي متناظر حول محور الاكس اكسس، لو كان عندي غير متناظر فالمفروض اني عندي شنو قيمة الواي بار، اجي اخذ اقل واي بار وساويها للاكس بار، ليش؟ لانه عندي قيمة اليو على مود اخذ قيمة الاكبر، اكبر قيمة باوع هنا كل ما تكبر الاكس بار
كل ما تقل عندي قيمة اليو، فأنا شريد أريد أطلع يو أكبر، فأخذ أكبر قيمة للواي بار اللي هو نفسه سويته ويا الأكس بار، ونفس الخطوات تتباع أمامك. حسبنا الأريا نت، الأريا إفكتيف، فاي بي إن، هاي نفس الخطوات تعلمنا عليها. من نجي للبولت هنا نشوف من استخدمنا الاي اكس بالنسبة للجروب، اخذنا هنا ثلاث بليتات كاملة، يعني هنا نشوف هذا. بس انتبه من تجي تستخدم قانون البي اتش كيوب على 12، البي طبعا هاي تخص عندك مرحلة الاولى من الكلية، بس هنا انا حب اراجع الكيا، لو انا اشتغل حول محور الاكس اكسز فمعناته حاخذ قيمة البي هو موازي لها، الاتش العمودي بالعكس تنقلب عندي الحالة. لو اشتغل يعني على محور الواي اكسس البي حيكون عندي 5/8 والاتش حيكون عندي عمودي على محور الاكس اكسس اللي هو 16. فهذا الفرق، يعني فقط عندك هنا تطبق القوانين مباشرة، ما عندك اي مشكلة بيها، تشيك انه او على ار مينيمم اصغر من 300 اوكي. المثال الاخير اللي هو المثال السادس، شوف عندي هنا شو الطاني هنا يعني بولدينج متكونة من اكسبريس، يعني اكسبريس مسوي له يعني للتقوية، وهذا البريس متكون عندي من بليتات ستيل ماتيريال اي 36، عندي 5 بولدات باللاين الواحد، 5 بولدات باللاين الواحد، دايميتر مالتي 7/8، مطيني لاترال لود، مطيني لاترال لود عبارة عن ويند لود، الطانية 111.4، عندي 17.9، 23.6. أنا سويته حولته إلى فاكترات، يعني ضربته في فاكترات، بما أنه لايف لود أنا عندي 1.6 في اللايف لود، فأنا ضربته في 1.6 لكل لود الطانية، لكل ستوري، لكل قوة اللي هي 11.4، 17.9، 23.6. فعلى أساس حسبت الفيو اللي صار عندي في الفيرست ستوري، يعني بأول طابق، لأن هو مطلوب من عندي إنه أصمم كأنما بليته بالطابق الأول اللي هو يمثل لي حاد الأكسبريس. أوكي، مباوع هنا كل اللود الطانية ضربته في 1.6، بعدين جمعتهم طلع لي عندي هذا الشير فورس. زين، أنا شريد أحول، أريد أطلع هذا هنا التنسايل فورس اللي يصير عندي بهذا المكان اللي يصير عندي تنسايل فورس. زين، احتاج الى ثيتا، يعني هنا الثيتا مين جبتها؟ عندي هنا 12 وعندي هنا 32 فوت، فالثيتا سويتان انفيرس 12/32 على اساس حسبت عندي هنا التنسايل اللي يصير عندي في البليتا اللي هو فيو على كوساين الثيتا. على اساس من طلعت اللود اس جيت صممت كروس سكشنال ييلدينج باعتماد هنا طلعت اريا جروس 1 اريا جروس 2، اخذت الاكبر بيناتهم، هاي اللي تعلمنا عليها في التصميم. بس هنا عندك بليته وفرضت هنا طبعا يعني انت تعلمت عليها انه نفرض الثيكنس، وبعدين احنا بنطلع المقطع نشوف انه احنا فرضنا صح ام خطا. اوكي، شوف هنا فرضت انا هنا نصف، طلع لي ايضا هنا باو اكبر اريا جروس ريكويرمنت 2.79، يعني انا فرضت 6 في نصف، يعني البليتا مالتي ابعادها 6 في نصف، يعني 3 انش تربيع. وراء شيكت سلندرنس ريشيو اللي يساوي لنا الال طولها، انا شرد اطلع الال على ار مينيمم. زين، الال شي يمثل لي طول البليتا مالتي، هنا ايش قد عندي طول البليتا؟ يعني يقول لي صمم لي اياها هنا على اساس عندي بليتا، عندك هنا عندي 12 مسافه وهنا 32، فالطول ايش حيساوي لنا؟ 12 تربيع زائد 32 تربيع. اوكي، هنا أنا باوع، شوف هنا أنا سويت الكياها موجودة أمامك تحت الجذر، أنا مود يطلع لي قيمة الأل. من جيت حسبت الآي اللي بني خص البيتا بي اتش كيوب على 12، البي موجود عندي هنا 6، الاتش كيوب عندي نصف تكعيب على 12 بعد ما استخرجت أنا بعالي البيتا، جيت حسبت الار مينيمم يساوي لنا اي مينيمم على اريا جروس، نهائيا وصلت الى ال على ار مينيمم. هنا طلعت هنا قيمتها يعني 0.144 اصغر من الال على 300، الطول مالتي انا هنا 34.2 لطول البليتا مضروب في 12، يعني حولتها من الفوت الى الانش قسمتها على 300 طلع لي اصغر من 0.368. اوكي، انا اشكركم وبارك الله بكم وبجهودكم.